ديوان في الحقيقة يعكف على تسيير عدة مشاريع تخص ترميم الكثير من المعالم والمواقع الأثرية، على غرار يعني مشاركته ومساهمته في الترميم على مستوى قصبة مدينة الجزائر، قلعة مدينة الجزائر، وكذلك بعض القصور والثكنات أو يعني الحصون العسكرية التي توجد في فحص مدينة الجزائر، دار عبد اللطيف، جنان الأخضر، دار محي الدين، أيضا في ولايات أخرى على غرار يعني العمليات التي قام بها في تلمسان، ولا زالت بعض العمليات منها في قسنطينة، أيضا لا تزال هناك عمليات يعني يشرف عليها الديوان، وغيرها كذلك من المعالم على غرار أيضا زاوية تيجانية ببوسمغون بولاية البيض، وفي شلف إلى غير ذلك، يعني كثير، يعني هناك تقريبا حوالي 45 عملية تخص الترميم. كثير من المشاريع توقفت، ولكن يعني هي أسباب تقنية وأسباب يعني إجراءات إدارية، وأحيانا هذه الأسباب تتداخل مع المعطيات المالية لكل عملية. لا بد من الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المعالم الأثرية والمواقع الأثرية، على اعتبار أنه أي تدخل في هذه المواقع هو بمثابة عملية جراحية دقيقة، ولا بد إذن الأخذ بهذه الخصوصية سواء من الناحية القانونية أو من ناحية الإجراءات الإدارية. السعي نحو فتح متاحف افتراضية على مستوى المواقع الأثرية، وهذه المتاحف الافتراضية هي في الحقيقة تأتينا بعض العروض من بعض المؤسسات، ونتمنى يعني أيضا أنه أصحاب المشاريع الجديدة أنه يتبنوا مثل هذه الأفكار، خاصة وأنها ترتبط بالتكنولوجيا الحديثة والعصرية، ولها دور فعال في إعطاء نظرة أخرى متكاملة حول المواقع الأثرية. تم يعني مؤخرا إعداد دفتر شروط سيتم يعني بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة، سيتم يعني الإعلان عن هذا دفتر شروط لإيجار عدة يعني محلات وهياكل مبنية تابعة للديوان في عدة مواقع أثرية على غرار الموقع الأثري تيبازا. ففي تيبازا سيتم يعني افتتاح سونتر دانتربريتاسيون، يعني مركز تفسير، وهو يضم عدة يعني نشاطات وعدة يعني محلات ذات طابع ثقافي تجاري إلى غير ذلك. نسعى إلى يعني برمجة تسجيل عمليات تخص ببناء مثل هذه المراكز على مستوى قلعة بني حماد، على مستوى تيمقات، جميلة، إيبون، وهران. ما نسعى إليه هو الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، للهياكل المتاحة لدى الديوان، من أجل أولاً توفير الراحة وجميع الخدمات التي يتطلبها، التي يحتاجها الزائر عند زيارته لأي موقع أثري. من غير المعقول أن الزائر لما يروح على سبيل المثال لموقع جميلة وما يلقاش يعني أبسط الخدمات، يعني ما تلقاش حتى يعني أماكن الراحة ما تلقاش. إذن لا بد من توفير هذه المرافق، أولاً هي توفير مرافق الراحة، ثانيا تعتبر
من آليات الاستقطاب للزوار، وثالثا هي تعتبر من آليات الاستغلال و يعني ممارسة نشاط تجاري اللي هو من صميم مهام الديوان الوطني.